يعني لأول مرة عدد من المستقلين الشباب المغمورين صح يستطيعون أن يحرزوا أصوات ويحرزوا أحزاب صح ويحصلوا على مقاعد، وحتى الذين لم يفز منهم حقق نتائج كبيرة جدا، بعضهم أقصد الكوتا. نعم. هذا التغيير الأول في العملية الانتخابية على مستوى الوسط والجنوب. نعم. التغير الثاني إن الانتخابات هذه برأي المراقبين، برأي الذين انتخبوا، برأي الأمم المتحدة، برأي وسائل الإعلام، كانت دقيقة وشفافة. نعم. ونزيهة، وخضعت لإجراءات. نحن نتكلم وفق معايير، لا نتكلم وفق مدح أو وفق مزاج. أكيد أو أكيد وفق أكيد دكتور. نعم. نتكلم برؤية، ننظر بعيد للأحداث كمراقبين. فكانت هذه الانتخابات عبر إجراءات المفروضية شفافة جدا ودقيقة. فضلا عن ذلك، يعني أرافق ذلك، أن الحكومة العراقية أسهمت إلى حد كبير بتوفير كل ما تحتاجه هذه المفروضية من دعم جيد جدا، وبالتالي خرجت هذه العملية.